لاحظوا فطنة المؤمن وذكاء المؤمن. نحن كيف نحج عندما نبدأ بالطواف حول الكعبة؟ بأي نية نبدأ بالطواف حول الكعبة؟ بنية الله، عمل من الأعمال المقربة إلى الله. عندما نقف للصلاة بأي نية؟ نفكر لحظة أني أؤدي هذا العمل لله. المؤمن الفطن يجعل أكله هكذا، عندما يأكل يفكر لحظة، لماذا أتناول هذا الطعام؟ كما يطوف حول الكعبة لأجل الله يأكل الطعام لأجل الله. هو هذا العمل يكون من الأعمال التي تقربه إلى الله. المرأة عندما تذهب إلى المطبخ وتطبخ الطعام، هذا العمل ظاهره دنيا، ولكن بإمكان المرأة المؤمنة أن تجعل تفكر لحظة أني لماذا أطبخ الطعام، أن تجعل هذا العمل لله تعالى. هذه فطنة، هذا ذكاء. وحقيقة واحد يشعر أنه حقيقة، شلون إحنا في عباداتنا نشعر أننا نتقرب إلى الله تعالى؟ المؤمن بهذه الأعمال التي ظاهرها الدنيا يشعر أنه دا يتقرب إلى الله تعالى. تقرب. المطالعة يمكن واحد يجعلها قربة إلى الله ويشعر بالأثر في باطنه. يعني فرق التلميذ في الجامعة، مرة يأخذ المنهج ويطالعه للنجاح، مرة لا، يطالعه لله. حقيقة هذه النية تؤثر في باطنه، يعني يشعر أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل. الجد رحمة الله عليه أحد أبنائه كان ينقل، يقول في يوم من الأيام كان جالس في الغرفة ويطالع كتاب الجواهر ومجموعة من الكتب الفقهية الأخرى، فدخل عليه رجل وقال: أنا أريد أقطع مطالعتكم للحظات. قال: تفضل. قال: إذا علمت، إذا علمت بطريقة من الطرق أنه أنت بعد لحظات، بعد دقائق سوف تموت، يأتيك الأجل، فماذا تفعل؟ يقول: بدون تأمل. يقول هو رحمة الله عليه كان يتأمل شوية عندما كان يسأل واحد، شوية كان يفكر ثم يجيب. يقول: لكن في هذه المرة خلاف عادته أجاب بلا تأمل وبلا تردد وبدون تفكير. قال: إذا علمت بذلك أنا ما أعمل أي شيء، أستمر في هذه المطالعة. هو أطالع هذا الكتاب إلى أن يأتيني الأجل، لأنه هذه المطالعة مطالعة لله. واحد ناوي بها الله تعالى، ناوي بها القوة على العبادة، بالأكل، بالشرب، بالنوم. قبل ما واحد ينام يفكر: ليش أنا؟ مو لإرواء الشهوة، لا، لأنه أنا إذا ما أنام ما أتمكن أعبد الله تعالى. إحنا مخلوقين للعبادة. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إحنا مخلوقين للعبادة، مخلوقين للتقوى. إحنا إذا ما نمنا وما أكلنا بالمقدار الكافي، لا بما هو أكثر أو أقل، ما نتمكن، لا نتمكن من العبادة، لا نتمكن من الصلاة. يا أيها الرسل، آية لطيفة: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الأكل مقدمة العمل الصالح.
هذا النوع الثاني ظاهره دنيا، حتى فتح المتجر، حتى المعاملة، حتى البيع والشراء ظاهره دنيا، ولكن يتمكن واحد بالتفكير والتأمل والتروي أن يجعل هذا العمل لله تعالى.